السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ونجوم على الهواء. الحقيقة الحلقة النهاردة هتكون مميزة ومختلفة جدا، وأنا ليا الشرف إن أنا اللي هقدمها. منورنا ومشرفنا في الاستوديو النهاردة بجد اتنين من الشيوخ الأجلاء اللي أنا بجد سعيدة جدا وجاية طايرة من الفرحة ومن السعادة اللي أنا هكون معاهم النهاردة. مشرفنا ومنورنا الشيخ عبد الله عزب إمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. أهلا وسهلا بحضرتك اهلا يا شيخ. بحضرتك استاذه هبه منورنا والساده ومشرفنا، المشاهدين، يا رب يخليك، يا ربنا يبارك فيك يا الاستوديو رب، كله بقى ربنا بركه، يحفظك، ربنا ربنا يحفظك يا يخليك. استاذه اهلا وسهلا على بحضرتك، راسنا والله، ربنا يبارك فيكم ربنا جميعا. يخليك. ومشرفنا ومنورنا الشيخ يوسف محمد خليل، المتحدث من شباب الازهر الشريف. اهلا وسهلا الله بيك يبارك يا في شيخ، حضرتك يا استاذه، ربنا احنا يبارك في فخورين حضرتك. بيك. الله يخليك يا رب، ربنا يا رب يخليك، يبارك في حضرتك، ربنا الله يخليك، يخليك، ميرسي، منورنا الله ومشرفينا. يكرم حضرتك. والحلقه النهارده كلها هتبقى عن الرحمه وعن المحبه، وحلقه ان شاء الله هتعجبكم جدا. شيخ عبد الله، لو هنبدا نتكلم عن الرحمه، طبعا الرحمه ليها اشكال كتير نعم، وحاجات كتير، فازاي نطبق الرحمه في الواقع اللي احنا فيه وفي الزمن اللي احنا عايشينه ده؟ سؤال جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. من الكلمات الجميلة التي يرتاح لها النفس وتحبها القلب وتهفو إليها المشاعر الصادقة النقية كلمة الرحمة. وكلمة الرحمة في أصولها ويعني وفي جوهرها يعني هي صفة من صفات الله رب العالمين. حضرتك لما بنيجي نقرأ في الصلاة النهاردة، في كل صلاة نقرأ النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحماني الرحيم، الرحمن الرحيم. معنى الرحمن الرحيم يعني الواسع الرحمة مع الدوام والاستمرار. والرحمة في أفقها العالي وشمولها المطلق صفة من صفات سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا ربنا اتصف بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن الرحيم، ودلت الآثار النبوية اللي احنا حفظناها من سيدنا النبي اللهم صل عليه على أن الرحمة صفة من صفات الله رب العالمين. عشان كده عندنا حديث سيدنا النبي لما خلق الله الرحمة خلقها 100 جزء، أمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلق فيما بينهم، حتى إن الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا في جناب الله. أما في جناب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كمان بنحتفي بسيدنا ومولانا النبي اللهم صل عليه، والسادة المشاهدين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفون بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الرحمة الذي قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا العالم جمع العوائل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله يسمى عالم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة لكل العوالم، حتى للكافر الذي نصبه العداء لما بعث اللهم صل عليه، بعث له النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. ما شاء الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لسيدنا النبي، بيقول له في القرآن في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ومعنى انتفاء العذاب عن هؤلاء القوم لأنه بعث فيهم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال بتاع حضرتك، ازاي سيدنا النبي طبقه؟ اللي فات ده كله كان مقدمه للكلام بتاعنا اللي جاي، ازاي سيدنا النبي طبق الكلام ده كله؟ سيدنا النبي كان رحمه بكل العوالم التي احاطت به، فكان رحمه بالجماد، الجماد اللي احنا ممكن في مخيلتنا ان هو ما بيحسش، الا ان سيدنا النبي كان يعطف عليه وكان يرحمه وكان يطبطب عليه ويحنو عليه صلى الله على حضرته وسلم. كان ينزل لما الصحابه عملوا له منبر عشان يطلع يكلم الناس ويحدث الناس ويدعو الناس اليهم الى الله سبحانه وتعالى على هذا المنبر، كان سيدنا النبي ينزل من على المنبر ويحتضن الجذع اللي قاعد يبكي ويحن وين، وكل اللي موجود في المسجد يسمع حنين الجذع وبكائه لان سيدنا النبي ما بقاش يقف عليه، ومع ذلك ينزل له سيدنا النبي اللهم صل عليه ويحتضن ويطبطب عليه ويقول للناس اللي قاعدين: انتوا عارفين لو ما عملتش كده، لو لم افعل لظل يئن الى يوم القيامه. ودي رحمه سيدك النبي اللهم صل عليه، حاجه جميله جدا. سيدنا النبي كان رحيم بالحجر اللي هو المسكين، اللي هو الحجر اللي ممكن واحد فينا يشيله وياخده يرميه او ينحيه في جانب الطريق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يمشي من على الحجر قبل ان يبعث، وقال لنا الكلام ده والكلام مثبت في صحيح سيدنا البخاري، يقول للصحابه: اني لاعرف حجرا في مكه كان يسلم علي قبل ان ابعث
كان يقول السلام على رسول الله إني لا أعرفه الآن. ولما الحجر يسلم على سيدنا النبي، سيدنا النبي يرد عليه السلام ويقول له مرحبا بالحجر ويسلم عليه ويحنو عليه. ده حنية وجمال ورقة وإحسان، ولين جانب في شخص سيدك النبي اللهم صل عليه وأكرم من يصلي عليه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاله واحد من الأعراب ذات يوم وأراد يعني أنه ينهار ويقول له كلام يزعله قوي، فسيدنا النبي ما زعلش منه وتبسم في وجهه وكان يضحك في وشه ويقول له أنت عايز إيه؟ يقول له من يشهد أنك رسول الله؟ قال وماذا تريد؟ قال أتجعل هذا الشجر يشهد أنك رسول الله؟ قال له والله لو عملت أنا هشهد وأسلم بين يديك. فسيدنا النبي نادى على الشجر فانخلعت الشجرة من مكانها وجاءت تدهده الأرض ويعني تمشي على الأرض بصوت مسموع، ووقفت أمام رسول الله. فسيدنا النبي بيقول لها يا شجر من أنا؟ قالت أنت سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا صلى الله على حضرته وسلم. وشهدت الشجر بنبوة ورسالة سيدنا ومولانا رسول الله. الرجل الأعرابي طبعا كان عايز دليل ملموس أو حاجة محسوسة يشوفها بعينيه ويسمعها بودانه، فلما سمع بودانه شاف بعينيه الكلام ده قدام حضرة سيدنا النبي ما كان منه إلا أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معقولة؟ في أكتر من كده كمان، رحمته اللهم صل عليه بالحيوان. طب الحيوان بقى اللي كتير من الناس النهارده ما بيحسش بيه، كتير من الناس ممكن يبقى عنده قطه صغيره كده في البيت يضربها ويكرشها بره البيت ويخرجها بره البيت، ما ياكلهاش ولا ياكلها ولا يعمل لها اي حاجه، بل بالعكس يصل الحد لبعض الناس من القسوه بمكان ان هو يرمي لها سم او يحط لها حاجه ويموتها. للدرجات دي انتزعت منا الرحمه؟ لا، كان سيدنا النبي مش كده. اللهم صل عليه يدخل المسجد بتاعه مره ذات يوم فيلاقي في عصفوره عماله تحلق في المسجد كده في الجامع وتطلع وتنزل وبتاع. فسيدنا النبي بص كده وقال لهم من فجع هذه الأمة على ولديها؟ مين اللي فجع دي؟ لها ولدين صغيرين، كتكوتين صغيرين كده أو عصفورين صغيرين، مين اللي فجع دي على أولادها؟ ردوا إليها ولديها ولا تفجعوا أما على أولادها. ده مين اللي يعمل كده؟ ودي عصفورة صغيرة، طائر صغير، يعني ممكن في نظر كتير مننا مش حاجة. ويعلمنا اللهم صل عليه إن في واحدة ست من بني إسرائيل دخلت النار في هرة حبستها، لا هي اكلتها ولا سابتها تاكل من خيرات ربنا اللي موجوده في الارض. ده ايه الاحساس وايه الجمال ده؟ ايه الجمال وايه الرحمه وايه الرقه والاحسان؟ عشان كده ربنا لما حب يقول لسيدنا النبي يقول له ايه؟ يقول له فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومعنى الايه زي ما بيقول علماءنا اهل التفسير، فبسبب رحمه عظيمه وضعها الله في قلب سيدنا رسول الله كان لين الجانب مع اصحابه. اللين والحب والرحمه، اللين والرحمه والاحسان ده انتج ايه؟ أنتج محبة، أنتج أيوة. إن الناس كلها التفت حوالين سيدنا النبي اللهم صل بالزبط. عليه كان الناس يتمنوا يشوفوا بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالزبط. الواحد فيهم لما كان يشوف سيدنا النبي كان يشبع، كان يشفى، كان يشفى. احنا لما بنسمع دلوقتي كلام عنه يعني طبعا طبعا بتحس ان الواحد قلبه انا وحن وما بالنا، ما بالنا يعني اذا شاهدنا سيدنا ومولانا، ما بالنا لو ملينا انظارنا. ربي يرزقنا يا رب، ربنا ان شاء الله يرزقنا جميعا ان شاء الله. هاخد كلمه من اخر كلام حضرتك لما حضرتك اتكلمت عن المحبه ونروح للشيخ يوسف. طبعا الرحمه ليها ارتباط قوي جدا بالمحبه، ممكن تكلمنا عن المحبه في القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدأ بالحمد وختم بالحمد كل ما هو عظيم. فيا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لما أراد الله جل جلاله أن ينقذ الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى يا سيدي فيضا من النفحات والرحمات. وأصلي وأسلم على خير رسل الله على التمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. أما بعد، فإن الدين الإسلامي عنوانه المحبة ورمزه المحبة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحب قبل الاتباع، فإذا أحببت اتبعت. قال تحبون ثم قال فاتبعون، وبعد الاتباع مغفرة، قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهنا موطن إعجازي في القرآن الكريم حيث قال ويغفر لكم ذنوبكم، ولم يقل ويغفر لكم من ذنوبكم، إشارة إلى مغفرة جميع الذنوب والمعاصي. وقد ورد لفظ المحبة في القرآن الكريم في مواطن عديدة، فقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن قمة الحب عند المؤمنين. وقد وصفهم أهل الله بأنهم رجال شغلهم فكر وذكر، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق مؤدى لمن سألوا ومن لا يسألون،
وقد باعوا النفيس ولم يبالوا فما باعوه بل هم يشترونه أولئك أولياء الله حقا كانوا على قدر وكانوا يتقون فهم والله لا خوف عليهم حياتهم ولا هم يحزنون. لذلك فرق شاسع بين المحب والمحبوب، ووصف نبينا بأنه المحبوب أو المطلوب. لذلك قال أهل الله: فموسى طالب رب اشرح لي صدري، ومحمد مطلوب ألم نشرح لك صدرك. صلى الله. فموسى طالب رب أرني أنظر إليك، ومحمد مطلوب لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فموسى طالب وعجلت إليك ربي لترضى، ومحمد مطلوب لعلك ترضى. وهناك مثل نأخذ العبرة من قيس بن الملوح، وقيس بن الملوح هو الذي اشتهر بحب ليلى العامرية، يقال عنه مجنون ليلى. كان يسير في الطريق فوجد كلب ليلى يسير في الطريق، فصار وراءه ينشد وراءه الشعر، فمر على قوم يصلون فلم يراهم، فلما عاد من عند محبوبته نادى عليه هؤلاء القوم وقالوا: يا قيس لماذا لم تصلي معنا؟ ألم ترانا؟ قال: والله ما رأيتكم. ثم قال لهم: كنتم بين يدي الله ورأيتموني، وكنت بين يدي محبوبتي ولم أراكم، والله لو أحببتم الله كحبي لمحبوبتي ما رآني أحد منكم، أعيد صلاتكم يرحمكم الله. وختاما ما كان لي أن أتكلم في وجود شيخنا ومولانا، وهو رمز لجميع الشباب وقدوتنا في قريتنا، قرية دمله مركز بنها بمحافظة القليوبية، وشكر الله لكم جميعا وأقول قولي هذا. حضرتك مشرفنا يا شيخ يوسف، وانت أصلا فخر للشباب طبعا، هنتكلم على ده. شيخ عبد الله، بمناسبة ان هو قال الإنشاد، ما ينفعش حضرتك تكون معانا من غير ما تقول لنا ابتهال من ابتهالاتك العظيمه. انت بقى انت كده جايه على الوجيعه يعني. اتفضل يا سيدي. يا ريت تشرفنا كده. ان شاء الله هنقول حاجه بما ان من وحي الذكرى في مولد سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي عبد الله شرف الدين البصيري رضي الله عنه وارضاه، نقول: الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صلي وسلم أن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أبنا مولده عن طيب عنصره، يطيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم، وساءسا غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي، مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم، والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق يظهر من معنى ومن كلم، عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع، وبارقة الإنذار لم تشام، من بعد ما أخبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم، مولاي صلي سلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم،
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صال سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تسلم يا رب بجد الاستوديو وبقى كله بركه وسلام نفسي كمان يا رب يبارك في حضرتك. تسلم بجد يا رب، ربنا يحفظكم. نرجع فاصل، نروح فاصل نرجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني، معلش يعني انا متاثره شويه، طبعا مفيش حد هيسمع الكلام الجميل ده ومش هيتاثر. شيخ عبد الله، ممكن تدينا نصيحه كده عامه للشباب وللزمن اللي احنا فيه ده برضه؟ حلو والله. أنا عايز أقول للشباب ختاما، يعني في ختام حلقتنا، يعني استوصوا بهذا الوطن خيرا، فإن هذا الوطن عزيز وغالي، ولا يعرف حقيقة الوطن إلا من عاش فيه. ربينا من خيره وسرنا على أرضه وشربنا من ماء نيله، فاستوصوا بهذا الوطن خيرا. كلنا على ثغر من ثغور الوطن، كل واحد منا من شبابنا ومن رجالنا بل ونسائنا، وأنا أقول في المقدمة النساء، النداء في هذا الوقت للمرأة، لأن المرأة هي عنوان المجتمع وهي التي تربي الأجيال، تخلف الأجيال لخدمة الأوطان ورفعة الأوطان. أقول لكم اتقوا الله، فأنتم على ثغر من ثغور الوطن، فاحذروا أن يؤتى الوطن من ثغركم، احذروا أن تؤتى الأوطان من ثغركم. كل واحد منا على يعني على ثغر من ثغور هذا الوطن. معركتنا في هذه المرحلة الراهنة معركة الوعي، وأنا أقول لو عدنا بأخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي حثنا عليها ربنا وسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من الزمان لتحسنت الأحوال، يعني أفضل مما نحن فيه طبعا. والله لو عدنا بأخلاقنا وقيمنا، لأن الأخلاق يا جماعة الخير هي المعيار اللي بتوزن بحركة المجتمع. بالأخلاق نسمو، بالأخلاق نرقى، بالأخلاق نحيا. فلو عدنا بأخلاق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عليه سيدنا صلى الله على حضرته والصحب الكرام، حالنا هيتغير كتير قوي ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب. والله فعلا حضرتك عندك حق في كل كلمه. طبعا لو رحنا للشيخ يوسف، بما اننا عندنا يعني حوالي دقيقتين، وحضرتك مثال طبعا طيب جدا للشباب، لان ما شاء الله حضرتك رغم صغر سنك يعني نتمنى ان كل الشباب في سنك بجد يكونوا زيك. حضرتك بجد مثال طيب جدا، بما انك بقى صغير في السن ومثال طيب كده، ندينا نصيحه كده عامه في دقيقه ممكن. أوصي الشباب باستغلال الطاعة، باستغلال الجسد في طاعة الله. ما شاء الله. إذا كنت قد أعطاك الله الصحة والعافية فاستغلها فيما يرضي الله ورسوله، لأن هناك نوعان من الإنفاق، إنفاق المال وإنفاق الصحة، فلا بد من الإنفاق على الصحة، وهذا ينبع من الأسرة، البيت هو أساس المجتمع. إذا وجدنا هتلاقي إن في نساء صنعنا أئمة، لأنهم حببوهم في الصلاة على سيدنا رسول الله. والدة سيدنا أبو اليزيد البسطامي، سيدنا أبو اليزيد يروي فيقول: لما بلغت وأصبحت شابا فتيا جئت إلى أمي وقلت يا أم زوجيني فقد أصبحت رجلا، فقالت: يا ولدي وما أدراك أنك أصبحت رجلا؟ قال: يا أمي ظهرت علي علامات الشباب، أصبحت شابا فتيا. فقالت: يا ولدي لا يصبح الرجل عندنا رجلا حتى يرى رسول الله. ما شاء الله. فقال: يا أمي وكيف لي أن أرى رسول الله؟ قالت: أكسر عليه من الصلاة. يقول: فأصبحت ليل نهار أصلي على سيدنا رسول الله حتى رأيت رسول الله، وجئت لأمي مسرورا: يا أم لقد رأيت رسول الله. فقالت: يا ولدي أيقظة أم مناما؟ قال: بل مناما يا أمي. فقالت: يا ولدي اذهب، ليس الرجال من يروا الرجال في الأحلام، اذهب فأكسر عليه من الصلاة، فإن أباك كان يرى رسول الله يقظة. فقال: يا أمي وكيف لي أن أراه يقظة؟ قالت: ألم تخاطبه في التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك بكاف الخطاب؟ إذن هو مخاطب وهو حاضر لا يغيب. قال: ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله. يقول: فأصبحت أكسر على سيدنا الصلاة على سيدنا رسول الله ليل نهار، حتى كنت أبكي وأنا في الصلاة حتى يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. السلام. كلام جميل جدا. ربي يبارك في حضرتك. الحلقة كلها كانت جميلة. ربي يبارك في حضرتك. شرفتونا ونورتونا. دي أحلى حلقة أنا عملتها في حياتي. الله يحفظك.
يحفظك ربنا يبارك. استاذنا دكتور عبد الله اكيد لازم نتقابل تاني يا رب ان شاء الله. واكيد الساده المشاهدين استفدتم جدا بالحلقه وبالتوصيات وبالنصايح الجميله اللي قالها لنا شيوخنا. كنت مبسوطه جدا ان انا معاكم، وهنتقابل مره تانية. هنرجع نروح فاصل صغير ونرجع لكم على طول.